مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم 60 دقيقة. النهاردة حلقة استثنائية جدا. النهاردة حلقة هنتكلم فيها عن أولادكم اللي هم الشباب اللي هو بنخاطب فيها كل بيت مصري. النهاردة احنا عملنا تغطية خاصة مع وزارة القوى العاملة. وزارة القوى العاملة النهاردة أما رحت هناك أنا كنت زي أي شاب فاكر إن دوت كلام إنشاء، إن هي ما بتوفرش فرص عمل للشباب، إن هي ما بتوفرش أي حاجة. والنهارده فبالتالي الناس لجأت لشغل، في ناس لجأت لشغل التوك توك، في ناس لجأت لحاجات كتير، فاحنا في حين ان احنا بينقرض الوظائف بتاعتنا اللي هي المهن الحرفيه في مصر. فاحنا النهارده اما عملت التغطيه مع معالي الوزير محمد سعفان اللي هو اب لكل شاب مصري، وانا ما ببالغش لان النهارده انا بتكلم اما قعدت هو بيترجى الشباب ان هم ينزلوا ويتدربوا، اللي هو موفر لهم تدريبات في كل محافظات مصر، اللي هو موفر لهم في كل نجوع مصر في كرة في محافظات، عامل لهم مراكز متنقلة ومراكز ثابتة لتعليم المهن في مصر. النهاردة احنا بينقرض بعض المهن عندنا، فاحنا محتاجين من الشباب ان هم يسمعوا الحوار الخاص مع معالي الوزير اللي هو اما اتكلمت معاه هو كلمني كأب لكل شاب مصري. انا بتكلمش النهاردة كلام انشا، وانتوا عارفين كويس ان انا ما بتحيزش لحد ولا عمري تحيزت لحد، بس انا بتكلم النهارده لان صعبان عليا حال كل الشباب في مصر. اما يكون الشباب النهارده سايب شغله وسايب المهنه اللي هو بيتعلمها عشان يتعلم مهنه وحرفه نطلع بيها في مصر للامام، او ان احنا نطور من نفسنا، او ان احنا نطور مصانع، نطور زي الدول المتقدمه، بيصعب عليا حال الشباب اللي شغالين على التكاتك. طب واحنا ليه نعمل كده واحنا عندنا وزير النهارده في مصر بيرجو الشباب ان هم ييجوا ان هم يروحوا المراكز يتعلموا مهن وهو بيعينهم. فالنهارده هنتنقل لحوار خاص جدا مع الاب لكل شاب مصري وهو الوزير محمد سعفان وزير القوى العامله في مصر. نروح لحوارنا مع معالي الوزير نسمعه ونرجع لكم مره تانية. مساء الخير عليكم من داخل مبنى وزارة القوى العاملة، وهي من أهم الوزارات الموجودة في مصر، الوزارة المعنية اللي كان عليها العبء الكبير قوي أثناء جائحة كورونا. بنرحب معانا بمعالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا بيكم. كنا عايزين نعرف من حضرتك، منذ أيام قليلة كان السيد الرئيس بيتكلم عن الصيادين، فكنا عايزين نعرف من حضرتك أكتر عن موضوع الصيادين. طبعا زي ما احنا عارفين حتى من قبل جائحة كورونا وفخامة الرئيس دايما بينظر الى الفئات الاولى بالرعاية بتوجيه لكل القيادات والوزارات ان يبقى في نوع من انواع الرعاية الكاملة لهذه الفئات، وتعددت الفئات ديت. كان اخرها في احد الاجتماعات وجه الى رعاية صغار الصيادين على مستوى الجمهورية، وبالفعل يعني احنا خدنا التوجيه ده، وبعديه بأيام قليلة انطلقنا في أول زيارة كانت في اسكندرية، ومن خلال هذه الزيارة زرنا الصيادين في بحيرة مريوط، وابتدينا يعني زي ما بيقولوا نلتحم مع الناس دي عشان نتعرف على الظروف على أرض الواقع، وبالفعل لقينا إنها من الفئات التي تحتاج الى رعاية بشكل كبير. احنا دلوقتي من خلال مديرية قوى عاملة اسكندرية بنبتدي نحصل قاعدة البيانات ل 3600 صياد كعمالة غير منتظمة، بنسجلها عشان نتعرف واحنا بنسجل على احوال كل واحد منهم، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نتعرف على المشاكل اللي موجودة لدى هذه الفئة، وده طبعا ينطبق على كل الصيادين اللي موجودين في جمهورية مصر العربية. ومن منطلق ده احنا اطلقنا مبادرة لرعاية الصيادين وسميناها صيادي مصر، عشان تتكاتف معانا كل مؤسسات المجتمع المدني وكل الوزارات المعنية بده، عشان خلال المرحلة الجاية نكون بننفذ على أرض الواقع توصيات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
دي رسالة مطمئنة، لأن إحنا بنتكلم عن فئة هي فئة كانت ما حد يعني ما بنتكلمش عنها كتير، أو الشعب المصري ما يعرفش عنها كتير. فحضرتك النهاردة بتكلمنا عن فئة هي موجودة وسطنا، فحضرتك بصيت لفئة يمكن ما فيش معدومة النظر شوية بالنسبة للناس. حضرتك كنت عايز حضرتك تكلمنا، هل دوت بينطبق على صغار الصيادين بس ولا جميع فئات الصيادين بالأسر بتاعتهم؟ سؤالك رائع. صغار الصيادين تعني ايه؟ تعني الصياد اللي بيركب الفلوكة الصغيرة. تمام. أما غير كده اللي بيركبوا على مراكب مجهزة وكبيرة دي تختلف، لأن ده بيبقى لديهم صاحب عمل، وبالرغم كده هنبص برضو عليهم. لكن هنا الاحتياج والرعاية أولى في المنطقة دي. يعني احنا هو الرئيس لما وجه صغار الصيادين عشان الفئة اللي بتركب الفلوكة وتروح تصطاد يجيب رزقه كده ساعة بساعة ويبتدي ايه يتعامل معاه، فاحنا دول اولى بالرعاية. وانا ذكرت لك ان دول حجمهم في بحيرة ماريوت 3600 صياد بندرسهم دلوقتي، مديرية القوى العاملة بتدرسهم بيان بيان، بطاقة بطاقة، حالة اجتماعية حالة اجتماعية، عشان نتعرف من خلال العينة دي على احوال الصيادين واحتياجاتهم وما تقابلهم من صعوبات ومعوقات. بعد كده الفئة الأكبر بقى اللي هي على المراكب أكيد هم ليهم برضو مشكلات، لكن بشكل مختلف عن هذه الفئة. ده حضرتك حصر للصيادين الموجودين في اسكندرية بس، ولا ده رسالة لكل الصيادين في جميع محافظات مصر؟ لا، احنا ابتدينا باسكندرية. لكن دايما لما تبقى داخل على مجال انت عايز تكون عنه رأي كامل، فبتاخد عينة الأول، من خلال العينة تقدر تتعرف، بعد ما تتعرف تقدر بقى تخوض في كل الـ 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 الأماكن اللي موجود فيها صيادين على مستوى الجمهورية. تمام. يعني مثلا في حتى في محافظات الصعيد في صيادين، فده بالتأكيد هنروح لهم وهنسجلهم عشان يبقى في الآخر عندنا قاعدة بيانات متكاملة لكل الصيادين أو صغار الصيادين على مستوى الجمهورية. لكن احنا بنتكلم على الجزء اللي احنا ابتديناه الأسبوع اللي فات مع الوزير. ده هينقلنا لسؤال تاني، عايزين نعرف حضرتك إلى أي مدى وصول ملف التحول الرقمي في الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وكمان ارتباط ذلك بمشروع التنافسية مع منظومة العمل الدولية. بالتأكيد يعني السؤال ده برضو مرتبط جزء منه بالكلام اللي احنا قلناه في السؤال الاولاني. احنا بنقول احنا بنحاول يكون عندنا قاعدة بيانات. طالما قلنا قاعدة بيانات اذا بنتكلم على التحول الرقمي والتشغيل الالكتروني. ده بينقلنا ان احنا النهاردة الدولة المصرية متوجهة الى الرقمنة الكاملة، ويمكن مع نقل حتى الوزارات والجهات الحكومية الى العاصمة الادارية هيبقى التشغيل الرقمي بنسبة 100%. احنا النهاردة ده خدنا خطوات خلال السنوات الماضية ولسه شغالين بنكمل عشان نبتدي نتحول بكل الاعمال في الادارات المركزية بديوان عام الوزارة، وايضا في مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، ان تبقى في ميكنة كاملة. احنا واخدينها درجة درجة مع المديريات عشان هم خلال فترات طويلة ما كانش عندهم هذا التشغيل، فبنحاول بقدر الامكان من خلال مركز معلومات الوزارة بالتعاون مع مراكز المعلومات اللي موجودة في المديريات ان احنا نبتدي نوصف التحول من خلال البرامج المختلفة وتدريب القائمين على ده في مركز المعلومات في المديريات وأيضا في الإدارات المعنية عشان يكون عندهم القدرة على التشغيل السليم والكامل. بعد كده الجزء الخاص بعلاقة الرقمنة بالحوسبة أو التفتيش اللي تم مع منظمة العمل الدولية، بالتأكيد احنا لما ابتدينا في 2016 ابتدينا اول حاجة في ملف الرقمنة او التحول الالكتروني كان حوسبة ملف التفتيش.
واشتغلت معانا في منظمة العمل الدولية، وخلال سنتين كنا قدرنا ان احنا نحاسب 26 مكتب في 11 محافظة ب 150 مفتش على مستوى مفتش العمل ومفتش السلام. ودي كانت اول نواة في مسألة الرقمنة او التحول الالكتروني. بعد كده ابتدينا نفكر بقى ان يبقى فيه تحول على مستوى كل الادارات. فهي منظومة متكاملة، الهدف منها في النهاية ان الدولة تتعامل بمسألة التحول الرقمي او الالكتروني على مستوى كافة الاعمال. ده هيعمل لنا ايه؟ ده هيضيف للمواطن نفسه. المواطن النهاردة اذا كان له من الخدمات داخل الوزارة احتياج، فبيخش عن طريق الاونلاين ويبتدي يطلب الطلب الخاص به. حتى توصيل هذا الطلب، يعني مثلا لو هنتكلم عشان تبقى العملية قريبة من الناس، كعب العمل، حد عايز كعب العمل بيخش على استمارة معينة بيحط بياناته بالكامل، من خلال البيانات ديت يبتدي تتعامل الإدارة المعنية مع ده وتطلع له كعب العمل وتبعته له على المكان اللي هيبقى موجود او اللي بيرغب في استلامه فيه. هنا انت النهاردة بتعمل هذه المنظومة عشان اولا ملفات العمل كلها تبقى فيها دقة متناهية، وفي نفس الوقت يبقى فيها سرعة في الاداء، وفي نفس الوقت تبقى بتريح المواطن في احتياجه لخدمات الوزارة في اي وقت من الاوقات. هل ده توفر يعني بالنسبة كموظفين في الوزارة، هل ده بيوفر للدولة المعنية للموظفين الشغل دلوقتي بالماكينات الكلام ده، هل بيوفر في الوزارة كوظيفة بيسهل عليهم مش على المواطن بس كموظفين الوزارة كمان؟ انا قلت لك ثلاث حاجات، ثلاث استفادات. اولا دقة متناهية، التشغيل الالكتروني بيديني دقة متناهية يعني تصل الى او تكاد تصل الى نسبة 100%. نمرة 2 سرعة في الاداء. سرعة في الاداء يعني انت بتوفر وقت، ولما تكون بتوفر وقت يبقى ده معناه ايه؟ ان انت النهاردة الوقت ليه قيمة معينة، فمسألة ان انت يبقى فيه سرعة في الاداء يبقى انت فيه استفادة. نمرة 3 انك بتريح المواطن، بدل المواطن ما ينتقل الى مكان المديرية ويبتدي يروح مرة واتنين عشان ياخد الطلب بتاعه، لا ده وهو قاعد في بيته هيطلب الطلب بتاعه، يتفاعل معاه المسؤول ويبتدي يبعت له الطلب لغاية عنده. كل دي استفادات. فمسألة الرقمنة او التحول الرقمي ده في النهاية بيفيد العمل، بيفيد الدولة، بيفيد المواطن. كنا عايزين حضرتك توجه كلمة للشباب عن البطالة، عن تطوير منظمة وزارة القوى العاملة للشباب، كنا عايزين حضرتك توجه رسالة للشباب. طبعا يعني احنا النهاردة كدولة مصرية بنعتمد اعتماد رئيسي على الشباب. احنا عارفين ان نسبة الشباب في التعداد هي النسبة الغالبة، ودي هي مستقبل الدولة المصرية. ومن هذا المنطلق احنا طبعا كلنا شفنا الجائحة أثرت علينا خلال المرحلة الماضية. احنا محتاجين ان اولا يكون في يعني تأكيد على الاجراءات الاحترازية خلال فصول الشتاء عشان احنا نتجنب اي احداث او اضرار تحدث من خلال الفترة اللي جاية. احنا محتاجين ان الشباب ايضا بيضيف خلال المرحلة القادمة لعمله مع ده بجانب الإجراءات الاحترازية، ان احنا محتاجين منه ان هو يبذل كل الجهد عشان يبقى في انتاجية في مجال عمله خلال المرحلة القادمة. احنا عارفين ان احنا الحمد لله بالرغم من جائحة كورونا الا ان مصر حققت في الارقام الاقتصادية خلال السنة اللي فاتت ارقام جيدة جدا. ده هيخلينا نطلب من الشباب ان يبقى في عطاء اكتر ويبقى في اخلاص في هذا العطاء، لان احنا بنبتغي خلال المرحلة القادمة ان مصر تتأهل الى المكانة اللي تليق بالدولة المصرية خلال الفترات القادمة. ده لن يتأتى الا بعمل الشباب، وطبعا الايدي العاملة المصرية برضو بجانب الشباب، ومنهم الشباب في هذه الفئة يعني عليهم عبء كثير، لأن الأيدي العاملة المصرية هي يعني محور الاقتصاد المصري والتقدم من خلال زيادة العطاء والإخلاص في العمل عشان يبقى بنصل وبنرنو بمصر إلى المرتبة اللي كلنا
نتمنى أن تكون مصر فيها بإذن الله خلال المرحلة القادمة. نشكر مع الوزير ورسالة الشباب، شكرا جزيلا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد رسالة معالي الوزير اللي بيقول فيها لكل الشباب مصر جاية بالشباب، راجعة بالشباب اللي هم أكبر تعداد وأكبر قوة في مصر. بالشباب هنقدر نتقدم، بالشباب هيبقى فيه قيادات جديدة، بالشباب هنقدر نقوى ونكبر، هيبقى فينا المهندسين والدكاترة والوزراء ونائب الرئيس هيبقى مننا زي ما كل دول العالم بتعمل. بالشباب بتكبر، بالشباب بتبقى أقوى، بالشباب بنكبر أكتر وأكتر وأكتر وبنتقدم في ترتيب الدول العالمية تعليميا، ثقافيا، صناعيا، كل حاجة معتمدة على الشباب. دي رسالة من معالي الوزير محمد سعفان إلى كل شاب في مصر. كنا في حوارنا مع معالي الوزير، معالي الوزير رفض تماما إن احنا يبقى الحوار خاص معاه هو بس، وأصر إن هو يدي فرصة لقيادات الشباب الموجودة اللي هو بيديهم النسبة الأكبر دايما في الوزارة، اللي هو بيديهم علشان يشتغلوا، علشان ينمي فكر جديد وفكرة أقوى وفكر أكبر. وعمل من ضمن الحاجات دي كل شاب من دول عمل مبادرة وهو بيسعى عليها. عملنا حوار خاص مع بعض قيادات الشباب اللي الوزير أصر إنه ما يكونش لوحده في الحوار علشان يثبت للناس إن الشباب هم اللي جايين، الشباب هم القيادات اللي جايين في مصر، هم خلاص هم دول الإيد اللي هنضرب بيها الفقر والجهل وكل حاجة في مصر. عملنا حوار خاص مع بعض القيادات اللي هم اتكلموا فيها عن في مبادرة مهنتك مستقبلك، وفي مبادرة تاني اللي هي السلامة والصحة المهنية اللي هي أساس كل حاجة في مصر، اللي هي سلامتك في مصنعك في شركتك في كل حاجة احنا بنشتغل فيها. وفي مبادرة تاني أجمل اللي هي اتكلم عنها معالي الرئيس وهي ذو القدرات الخاصة، واللي هم النهاردة بياخدوا فرصة كبيرة جداً من الدولة، وباستثناء يعني هو النهاردة استثناء من معالي الوزير ان هو من اكتر الوزراء في مصر المهتمين بذو القدرات الخاصة زي ما الرئيس اما اتكلم عنه. فاحنا النهاردة هنروح مع حضراتكم للقائنا مع بعض قيادات الوزارة اللي هم الشباب اللي هم القيادات اللي جاية، اللي هو زي ما معالي الوزير قال لنا هم دول الوزارة الحقيقية الموجودة جوه وزارة القوى العاملة. نروح لحوارنا ونرجع مرة تاني. بنستكمل حوارنا النهاردة في مبنى وزارة القوى العاملة. نتعرف حضرتك يا فندم. مهندس ورع صوت أوب، الإدارة المركزية للتدريب المهني وعضو لجنة التطوير مركز التدريب المهني للوزارة. اتكلمنا، ممكن نتكلم عن التدريب ونعرف ايه خطه التطوير بتاعه الوزاره في التدريب، اللي هو احنا النهارده هنتكلم عن التدريب المهني ووحدات التدريب المتنقله، ايه الدور فيها، ايه التطوير، كنا عايزين نعرف حضرتك ممكن تكلمنا عنها. بص معليك، احنا بالنسبه لتطوير مركز التدريب المهني احنا اوريدي ابتدينا نطور حوالي 107 ورشه على مستوى الجمهوريه، منهم 13 وحده تدريب متنقله. وحدة التدريب المتنقلة بتشمل ثلاث مهن. المهنة الأولى التفصيل والخياطة بالنسبة للسيدات، دي بتبقى في الفترة الصباحية، وبيتبعها في الفترة المسائية بالتناوب مع التفصيل والخياطة التدريب على الكهرباء التركيبات وعلى السباكة الصباحية. في خلال عملية التطوير بتاع مراكز التدريب المهني تم التطوير لورش مستحدثة، مثلا على سبيل المثال الطاقة الشمسية، دي تقريبا طورنا فيها حوالي 7 ورش طاقة شمسية على مستوى الوزارة من إجمالي 107 الورشة اللي تم تطويرهم. بقية الورش متغيرة ما بين صيانة المحمول والدش، ما بين صيانة الحاسب الآلي، ما بين التبريد والتكييف، ما بين كهرباء التركيبات، ويعني ابتدينا نعمل سيلكت على سوق العمل بحيث إن احنا نقدر نخدم التدريب المهني في اتجاه إن احنا نوفر أكبر فرص وظيفية للشباب المتخرجين، سواء اللي عاطلين عن عمل أو اللي بيبحث عن إيه ازاي يطور نفسه ويأهل نفسه
علشان يوجد وظيفة. هل دي ليها شروط او هم الناس المنوطة بان انا اجي النهاردة كشاب اجي اقدم في الورش الموجودة سواء الورش المتنقلة او الورش الموجودة الواقعية، ايه انا كشاب ايه اللي يخليني اقدم او ايه يعني مثلا ايه هي شروطها، ايه الكلام ده كله كنا عايزين نعرفه. تمام. شروط اهم حاجة بالنسبة لي ان يكون بيجيد القراءة والكتابة. تمام. بالنسبة للسن من حوالي 18 سنة ل 40 سنة. ده بالنسبة للسن. بالنسبة لي أنا بقى إن الشاب يعني يتوجه لعملية تدريبية ده بيبقى بالنسبة له في فرصة عمل. للأسف معظم أو في شباب كتير بيبقى غير مؤهل للوظيفة، يروح يشتغل بيتم اكتشاف إن هو غير مؤهل إن هو يبقى كفني كهرباء تركيبات أو فني الحام. يعني إحنا عندنا بعض المهن اللي في مصر في احتياج جامد جدا ليها زي مهنة اللحام، ومع ذلك ما بنلاقيش الفني الجيد اللي يقدر يسد في المهنة دي. فاحنا ابتدينا بنبص لا احنا عايزين نطور من الشباب بتوعنا علشان خاطر فعلا يؤهلوا ومؤهلين ان هم يسدوا الفجوة بتاعت سوق العمل. سوق العمل محتاجهم، فاحنا بنطور مؤهلاتهم ونطور النواحي الفنية بتاعتهم بحيث ان هم يقدروا يواجهوا سوق العمل وتطور. هل في ندوات، هل في مؤتمرات بتتعمل لتثقيف الشباب لتغيير الثقافه بتاعتهم كل الكلام ده؟ لان احنا عندنا مشاكل في المهن. احنا عندنا بعض المهن زي ما حضرتك ذكرت احنا عندنا فيها عجز جامد جدا. هل ده انتوا حضرتك بتعملوا في الوزاره ليها ندوات ومؤتمرات لتثقيف وتوعيه الشباب؟ هو برضو البرنامج التدريبي بتاعي بيبقى من ضمن البرنامج التدريبي حاجتين اساسيين بيتخللوا البرنامج التدريبي الفني. الحاجه الاولانيه ان انا مع الاميه الرقميه بديله يوم حاسب الي خلال البرنامج التدريبي بتاعي. الحاجه الثانيه رياده الاعمال والتوجيه الوظيفي، ازاي اقدر افهمه ازاي يعمل سي في بتاعه محترم بحيث ان هو يقدمه لشركه وتم قبوله. دي واحد. اثنين، ازاي حتى لو هو فرصه العمل بتاعته لم تتاح في شركه ازاي هو يقدر يعمل مشروع لنفسه ويطور من نفسه ويطور من أدائه الفني علشان خاطر يقدر ينجح بالمشروع ده. تمام. كلمة أخيرة تقولها حضرتك للشباب علشان خاطر يشارك، علشان خاطر نزود المهن اللي احنا بدأنا نحس بعجز أو بعض وجود الحاجات البديلة للشباب، فاحنا عايزين ننمي في حين معالي الوزير احنا في نشاط قوي جدا في وزارة القوى العاملة النهاردة، فاحنا عايزين كلمة من حضرتك للشباب. لازم نستغل الفرصة اللي بتديها لكم الوزارات المعنية ومن أولها وزارة القوى العاملة، لانه لازم يبقى ليها رؤيه مستقبليه. اي نعم، مثلا على سبيل المثال شغل في التوك توك ما هو شغل مش عيب، بس الفكره كلها هل هو ليه مستقبل ولا لا مستقبلك فعلا في مهنتك. شكرا ليك. شكرا. مهنتك مستقبلك. ونستكمل حوارنا عن السلامه عن الصحه عن الحديث عن السلامه والصحه المهنيه. ممكن اتعرف بحضرتك؟ سهيل نصر عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة. كنا عايزين نعرف من حضرتك بقى يعني كلمينا عن السلامة والصحة المهنية اللي هي أساس العمل في أي حاجة. هي السلامة والصحة المهنية بتهدف لمحافظة على مقومات الإنتاج كلها، سواء الآلة، سواء المنتج، سواء الخام، سواء العامل الرئيسي في كل ده وهو العامل المصري. تمام. ليها قوانين وليها تشريعات. المفروض ان بدور الوزارة هي بتسن القوانين والتشريعات ديت وتراقبها وتراقب تنفيذها كمان. احنا اشتغلنا على الارض بقالنا كتير، يعني مش لا يقل عن 60 سنة من نشأة الوزارة. كل شغلنا كان متركز على الدور الرقابي للقانون والتشريعات والقرارات الوزارية. الدور الرقابي ده بينتج عنه انه المنشأة لو في اي حد مخالف بيحرر ليه محضر. الى حد ما في بداية الوزارة كان في نوع من انواع التوعية. في مرحلة ما التوعية تراجعت شوية على اساس ان احنا تخيلنا او السابقين يعني تخيلوا ان خلاص الناس كلها المفروض انها عرفت فاحنا مش محتاجين توعية، احنا وعينا الناس كلها خلاص. لا، كان في قصور كتير في التوعية، فابتدى معي الوزير قال لا، عشان نقدر نحاسب الناس بالقوانين والقرارات لازم يبقى عندهم دور معرفي، يعرفوا الأول هم هيتحاسبوا ازاي وإيه
المخلفات اللي ممكن تنسب ليها. طبعا احنا كان عندنا برضو نقص في عدد المفتشين بالنسبة لعدد المنشآت اللي المفروض يتفتش عليها. برضو معالي الوزير راعى الموضوع دوت في الحوسبة. احنا ما كانش ممكن نعين ناس جديدة، لكن كان ممكن ان احنا نحول المنظومة كلها لمنظومة الكترونية. ففعلا من 2014 كان في فرصة لينا ان احنا مشروع مع منظمة العمل الدولية ان احنا ندخل في الحوسبة. المشروع ده كان ماشي ببطء جدا. في وجود معالي الوزير من 2016 المشروع خد خطوات عالية جدا، لدرجة ان انا وصلت ان كنا بادئين في المشروع منظمة العمل الدولية كلها كانت بادية ب 11 مكتب. النهارده بقى عندي محافظات كاملة متحوسبة. فهنا انا استعدت عن الاوراق والاجراءات اللي كانت بتاخد وقت طويل من المفتش بالحوسبه، وابتديت اعلى بيه. وفي نفس الوقت برضو الوزير مع الوزير حط رافع كفاءه المفتش نفسه. انا عشان احط مفتش يشتغل بتابلت ويبتدي يحرر لحضرتك او يبتدي يراجع المنشاه بتاعتك عن طريق الكمبيوتر، لازم انا ارفع من كفاءته. هو ربما ضرت النافع هي علمت الناس النظافة الشخصية أكتر، بغسيل إيد، بالحاجات البسيطة الناس ما كانتش بتبصلها. بالظبط. الحاجة التانية برضو من الحاجات اللي ممكن استفدنا منها من جائحة كورونا هنا على مستوى الوزارة، العمل عن بعد. الناس كل في ناس قعدت في البيت بناء عن قرار رئيس الوزارة اللي هي الأمراض المزمنة، وابتدت تشتغل معانا وبدأت فعلا تنتج وتدينا شغل وبنفس الكفاءة. يعني فدي برضو زي ما قلت لك بالظبط، انا كوزاره ما كنتش متخيله ان ممكن حد يقعد في البيت وهيديني شغل. لا، انا جربتها وجربتها على ارض الواقع، وكانت من نتائج الايجابيه جدا في الموضوع دوت. الحاجات الثانيه برضو ان زي ما قلت لك احنا كنا عامل ذو وجهين، احنا اكتسبنا منها وفي نفس الوقت كنا بنراقب على المنشآت فيها. المراقبه بتاعتنا كانت دورية، يعني أربعة، يعني حتى في أيام الأجازات احنا كنا بننزل ونفتش ونشوف الإجراءات الاحترازية بتاعتنا إيه. المكتسبات التانية برضو اللي اكتسبناها من جائحة كورونا إن احنا أنا بتكلم بقى مش على الوزارة، بتكلم على الشعب المصري كله، هي واقفة مع النفس. أنت حضرتك في وقت إنك تقعد تلتقط في أنفاسك، احنا كلنا كنا بنجري، حضرتك بتخلص الشغل بتروح وراك كذا حاجة، فكون انك تقعد حتى لو اجبارا وتلتقط انفاسك وتفكر انت عملت ايه او انا عايز اعمل ايه بقى في الفتره اللي جايه، ده برضو غير من مفهوم وخطط ناس كتير، وابتدى فعلا يبقى فيه منظور وفكر جديد يظهر حتى على مستوى الشباب. يعني بشكر حضرتك جدا. شكرا. استكمالا لحوارنا من داخل مبنى الوزاره، نتكلم عن ذو القدرات الخاصه، وهي حاجه من السيد الرئيس بيهتم بيها جدا، وهم ذو القدرات الخاصه. سمعنا ان احنا داخل الوزاره هي في مبادره اسمها مصر بيكم اجمل، ممكن حضرتك تكلمينا عنها؟ الاول معلش ممكن تعرفينا الاول بحضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عطيوت سيد ابو زيد، باحث قانوني بقطاع العلاقات الخارجيه بوزاره القوى العامله، ومسؤولة ملف مبادرة مصر بكم أجمل بتكليف من معالي السيد الوزير الأستاذ محمد سعفان. كنا عايزين بقى حضرتك تتكلمي معانا عن مبادرة مصر بكم أجمل، عايزين نعرف إيه هي مبادرة مصر بكم أجمل. الحقيقة مبادرة مصر بكم أجمل تم إطلاقها في أوائل عام 2018، وذلك بعد إطلاق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 18 تخصيصه لعام ذوي القدرات الخاصة. تفضل مشكورا معالي السيد الوزير الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة بوضع خطة وتشكيل لجنة لإطلاق مبادرة مصر بكم أجمل لتأهيل وتدريب ذوي القدرات الخاصة. المبادرة في البداية بتقوم على ثلاث محاور، المحور الأول حول التدريب والتأهيل، والمحور الثاني التشغيل وريادة الأعمال، المحور الثالث التقييم ومتابعة التنفيذ. معالي السيد الوزير تفضل مشكورا بتشكيل لجنة ووضع استراتيجية لتنفيذ المبادرة دي على مرحلتين. المرحلة الأولى استهدفت ست محافظات، ثلاثة على الوجه البحري وثلاثة على الوجه القبلي. محافظات الوجه البحري تمثلت في الشرقية، ودي كانت بداية إطلاق المبادرة في أوائل 2018، ثم انتقلنا بعد كده للدقهلية والأسكندرية،
وثلاث محافظات على الوجه القبلي كانوا بني سويف ثم أسيوط ثم أسوان. انتقالا بعد ذلك وحرص معالي السيد الوزير على تنفيذ المبادرة بشكل مستمر، وجه معالي الوزير وأصدر توجيهاته بتنفيذ المبادرة على بقية المحافظات لتعزيز استفادة أكبر عدد ممكن من إخواتنا ذوي القدرات الخاصة من شباب الجنسين. كنا عايزين نعرف خطة، يعني سريعا كنا عايزين نعرف خطة التطوير الموجودة، هل في خطة تطوير أكتر أو الاستفادة أكتر لذوي القدرات الخاصة على من في خطة الوزارة الجاية؟ طبعا هو في البداية المبادرة وقت إطلاقها كنا الحقيقة يعني مخصصين أو محددين نوعين من الإعاقة الحركية والبصرية بالنسبة لا تزيد عن 50%، بحيث يستطيع الشاب والفتاة من ذوي القدرات أن يعتمد على نفسه ويتوجه لي وينتقل لمكان العمل بدون مساعدة من الآخرين لإثبات ذاته. بعد تنفيذ البرنامج الأول والنجاح اللي احنا الحمد لله حققناه فيها، معالي الوزير كان حريص على تفعيل المبادرة بشكل أشمل وأصدر توجيهاته من خلال اللجنة بتعزيز تعميمها على بقية المحافظات. وطبعا في الفترة اللي فاتت بعد جائحة كورونا واللي مر بها العالم كله منها مصر، يعني معالي الوزير لم يتوانى في الحقيقة في تنفيذ المبادرة، ولكن ابتدينا بقى نحط أطر جديدة وقواعد جديدة لتنفيذها وتفعيلها على مستوى المحافظات بشكل شامل وطبقا لمراعاة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقاية، بحيث ان يبقى إخواتنا على مستوى الجمهورية كلهم استفادوا من الفرصة دي. كلمة اطمئنان لإخواتنا اللي هم ذو القدرات الخاصة، رسالة اللي بتقدمها دايما الوزارة للشباب، كنا عايزين نسمعها من حضرتك دايما مع الوزير، بيقول ايه الرسالة الموجهة لذو القدرات الخاصة؟ رسالة معالي السيد الوزير هو حرص معالي السيد الوزير على ملف ذوي القدرات، ويمكن مش بتكلم عن نفسي ولكن يمكن احتضان معالي السيد الوزير ليا أنا شخصيا وتعزيز استفادة من قدراتي كان بمثابة تحدي شخصي ليا أنا، والحمد لله يعني أتمنى أكون كنت عند حسن الظن. لكن الرسالة دايما اللي معالي الوزير بيبقى حريص عليها بقلب الأب إن أعظم النجاحات بتأتي في أشد العثرات، إن الإنسان هو نتاج ما يعتقده، لازم تبقى واثق من نفسك وواثق وإيمانك قوي بالله وبعزيمتك إنك تقدر، لأن من غير ما حضرتك أو حضرتك من إخواتنا ذوي القدرات حطيت رجلك على أول الطريق، أنا كمجتمع أو كبيئة عمل مش هقدر أساعد لوحدي، لازم تبدي الرغبة عن فرصتك في العمل، تبدي الرغبة عن التنفيس عن قدراتك وإن أنت تقدر. معالي السيد الوزير كمان كان دايما وما زال حقيقة يعني حريص على ان هو يفتح بابه لذوي القدرات بشكل اوسع، يعني هو الحقيقة يعني بابه مفتوح لكل الشباب، ولكن ذوي القدرات الخاصة هم بياخدوا بيمثلوا الجانب الاكبر، ويمكن ده حظ لاخواتنا من ذوي القدرات، واتمنى ان هم ينتهزوا الفرصة دي. واسمح لي من خلال البرنامج ان انا بوجه شكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبني قضية ذوي القدرات الخاصة واطلاقي لعام 18 عام ذوي القدرات الخاصة، وكل الشكر موصول لمعالي السيد الوزير الاستاذ محمد سعفان الوزير الاب الحقيقة، يعني لان هو اول وزير على مستوى الحقيبة الوزارية تبنى القضية بقلب الاب وقلب المعلم، وما زال الحقيقة يعني بيشتغل على الملف ده بشكل سريع جدا وواسع جدا واستراتيجية كل يوم في تطور. شكرا جزيلا يا فندم. الوزير الأب، الوزير الأب كلمة بتتقال من إخواتنا ذو القدرات الخاصة اللي هو بيهتم بيهم جدا، هي دي، هم دول الشباب القيادات اللي جاية، هو ده اللي هيطلع منهم وزير القوة العاملة اللي جاية، هم دول اللي بيقدموا مبادرات حقيقية بروح الشباب. ممكن بعض الناس منكم يقولوا ان انا بتكلم او بقول اصل ده وزير، واحنا دايما مش دورنا ان احنا نطلع ننتقد وبس، لا، احنا دورنا لو لقينا حاجة حقيقية هي بتفيدنا وبتفيد الشباب، لا، لازم نطلع نقول ان دي حاجة موجودة. وانتم ممكن يكون بعض الشباب هم مش عارفين ده او مش موجهين لده، لا، حضرتك هو الوزير
معالي الوزير كلمني وقال على البرنامج النهارده دي منصه بنخاطب الشباب بيها، بنقول لحضراتكم انزلوا وزاره القوى العامله وقدم الورق بتاعك وانزل اتدرب وحضرتك ليك فرصه عمل حقيقيه. النهارده الوزاره بتوفر لك انت كشاب، بتقول لك تعالى انا اللي محتاجاك. النهارده الوزاره بتخاطب الشباب بتقول لك انا محتاجك، تعالى انا عندي مركز واثنين وثلاثه. كان الاول ممكن نقول ان المراكز التدريب بتاعتكم بعيده، بعيده على اخواتنا في سوهاج، بعيده على اهالينا في الصعيد من جوه، في الفيوم، في قنا، في كل محافظات مصر. النهارده الوزاره موفره لك مراكز في كل محافظات مصر، في ثابت وفي متنقل. فانا ليه النهارده كشاب ما انزلش اجري واروح ان انا اتعلم مهنه واتعلم حرفه تفيدني، بدل ما انا النهارده كشاب شغال على توك توك؟ طب انا هسال حضرتك سؤال، تفتكر ان انت سواقه التوك توك ديت اللي بتوفر لك ماديا ان دي حاجه هتفيد مصر؟ هي مش هتفيدنا خالص. لا، اللي هيفيدنا ان حضرتك لا تستفيد ماديا وتفيد مصر، علشان عمر مصر ما هتتقدم الا بسواعه ابنائها اللي هي الايادي الشباب. ايادي الشباب النهارده، ايد الشباب هي اللي هتطور، هي اللي هتعمر، هي اللي هتفتح المصانع، هي اللي هتفتح الشركات، وهي اللي هيطلع منها برضو القيادات. النهارده محتاجين في كل وزاره قيادي حقيقي، زي النهارده في وزاره القوى العامله. النهارده اما يطلع بعض الشباب الموجودين اللي هم القيادات الحقيقيه، الوزير بيديهم الفرصه الكامله علشان يعملوا مبادرات حقيقيه تنمي، يبقى احنا لا، في وزارات في مصر فعليا شغاله. ما تقوليش انت طالع تقول ده وزير، هو مش معنى ان هو وزير معنى كده ان هو مش شغال. لا، في وزارات حقيقيه في مصر بتشتغل، وهي ووزاره القوى العامله من الوزارات اللي احنا هي كان عليها عامل اكبر اثناء جائحه كورونا. النهارده هم عملوا منح للعماله الغير منتظمه، وهم دي الوزاره المعنيه بده. الوزارة المعنية النهاردة الوزير أثناء زيارته لإسكندرية راح بص على فئة يمكن ناس كتير قوي ما بتخطرش على بالها، وهي فئة الصيادين اللي هم أهالينا، اللي هم النهاردة أكتر ناس بتتضرر في الشتاء من غير جائحة كورونا. هو النهاردة بيبقى عنده مشاكل نوة، بيبقى عنده مشاكل في البحر، ما بيعرفش النهارده ينزل. فاحنا النهارده هنعرض الصور لحضراتكم بتاعه زياره معالي الوزير للصيادين ووجود حلول لمشاكلهم الموجوده حقيقيه. النهارده احنا بنتكلم عن وزير بينزل الشارع، وزير بيشوف مشاكل حقيقيه، وهي النهارده احنا بنبص بنشوف وزير جوه الصيادين قاعد معاهم بيشوف مشاكلهم، وهو بيتكلم عن صغار الصيادين اللي هم اكتر ناس متضرره موجوده، اللي هم صغار الصيادين اللي هو بيعول اسر بمركب بيمشي بيها وبيطلع على رزق اليوم. او النهارده لو الاحوال غير جويه غير مستقره، هو مش هينفع ينزل يجيب رزق عياله. فالنهارده هم بيدوروا على التامين الشامل للصيادين، وهو ده بيتعمم مش على اخواتنا في اسكندريه بس، لا، هو هيتعمم على مصر كلها. فالنهارده بنتكلم عن وزاره فعليا شغاله، وزاره حقيقيه موجوده، بس احنا اللي محتاجين نروح ونسعى ونجري ونشوف ده. وده اخواتنا الصيادين يقولوا ان الوزير كان معاهم كأب، ان هو النهارده كان بيسمع لهم، كان بيشوف مشاكلهم الحقيقيه الموجوده. هو بيتكلم عن مشاكل ملموسه. فالنهارده انا برجو الشباب، كل شاب في مصر، ان انت لو عندك فعلا من جواك نفسك ان انت تعمل حاجة لنفسك قبل للدولة، لازم تروح تتعلم حرفة، لازم تتعلم مهنة تفيدك قبل ما تفيد البلد، اللي هو تفيدني انا عندي مهنة. ما هو النهاردة احنا بنتكلم عن المهن الحقيقية الموجودة، احنا منقرضة. احنا عندنا مهنة زي اللحام، النهاردة دي مهنة قليلة جدا، احنا ما بنلاقيش ناس تنزل تشتغل في المهن دي. فاحنا محتاجين الشباب ثم الشباب ثم الشباب، وده مش كلام انش، صدقوني ده مش كلام انش. وانا هعمل لكم حلقة مخصوص علشان اشوف الشباب اللي نزلت وزارة القوى العاملة هم عملوا معاهم ايه، والشباب اللي نزلوا المراكز واتدربوا وتوفر لهم فرص عمل حقيقية، هيعرف ساعتها اني انا مش طالع
زي ما بنقول اللي هو انا يعني ايه اللي هو بفخم في حد او ان انا ما بديش حد حقه. انا كنت رايح النهارده اعمل تغطيه لوزاره زي اي وزاره، اما لقيت وزاره بتعمل كاب مع ابنائه ويرفض ان هو يطلع لوحده ويقول لك لا لازم نطلع الشباب، اللي هو فكر الشباب اللي هو فكر البرامج اللي بيعملوها، الندوات، المبادرات الحقيقيه اللي هتقدم من مصر اللي هتخلينا رقم واحد. دايما رقم واحد ما بيجيش من فراغ. النهارده في ظل التطوير اللي احنا موجودين فيه في مصر، لا في وزارات ممكن تكون مقصره، لكن في وزارات حقيقيه لازم احنا نروح لها. ما تستناش ان انت النهارده في ظل عضو مجلس البرلمان متخيل ان هو احنا مش محتاجين حد يطلع ينتقد، احنا محتاجين حضرتك. انا رحت بنفس الوزاره، انا ما شفتش الشاب واقف بورقه رايح يقدم على حاجه او يسال وبعد كده بنرجع نقول اصل ما فيش وظايف. طب حضرتك روح واطلع هناك وتعالى ابعت لي عندي على صفحه البرنامج قول لي انا رحت ما لقيتش حد، ساعتها تعرف ان انا طالع اتكلم عن اي حاجه وخلاص. لا انا عايزك تطلع وتروح وتشوف بنفسك وتقعد وتسمع قد ايه هم بينادوا الشباب، قد ايه هم عايزين الشباب. ما احنا منطقيا من غير شباب احنا ولا حاجه. منطقيا احنا لو ما فيش النهارده صنايعي احنا ما عندناش اي حاجه، لو ما عندناش حرفي حقيقي احنا مش هيبقى عندنا مصانع، مش هيبقى عندنا شركات، المهن هتنقرض. وحضراتكم عارفين ده كويس، وانا سمعته من ناس بسيطه جدا، من ابسط الناس اللي هم الناس البسطاء. واحد منهم قال لي يا ابني انا حاسس ان انا كمان كام سنه انا مش هلاقي سباك يعمل لي حاجتي، مش هلاقي نجار. ما هو ليه؟ لان الناس دلوقتي بتستسهل. الاستسهال ايه؟ ان انا طالع كشاب وانا اروح اتعلم حرفه ليه؟ وانا اروح اشتغل على توك توك هيجي لي اخر اليوم اخد فلوسي واروح اروح. بس تفتكر حضرتك بقى ان دي مهنه؟ تفتكر حضرتك ان ده انت النهارده اتخرجت من مدارس فنيه؟ لا، اخرج واتدرب وشوف. اخرج النهارده من المدرسه زي اللي بيخرج من حضرتك كمدرسه فنيه، زيك زي المحامي زي الدكتور زي المهندس كل واحد. ليه؟ لان حضرتك الاساس، هو المهندس ده بيكمل حضرتك. انت حضرتك ايدك دايما ايد الحرفي او المهني او اي حاجه، هو ده الايد الاساسيه. هو كمهندس بيشرف على حضرتك في الحاجات الايه الحاجات اللي هو درسها. لكن تعالى نشوف النهارده، احنا بشوف بعض الفنيين في الاماكن هم فعليا بيبقوا فاهمين اكتر من المهندسين. ما بالك بقى لما اطور من نفسي، لما اتعلم المهنه حقيقيه. انا مش محتاج حد. ليه؟ لان انا اتطورت، كبرت، شفت قد ايه مصر بتتطور. طب ما تيجي كده نعمل مبادره صغيره، نشوف نقول للشباب نروح نتدرب ونروح نتعين. وعايز حضراتكم تيجوا بعد كده هنعدي حلقتين ونواجه حضراتكم واقول لكم عملتوا ايه وهفتح لكم المكالمات. عايز حضراتكم تيجوا تقولوا لي انت كنت طالع تتكلم عن وزاره هي ما فيهاش عمل. لا حضرتك فيها تدريب، فيها سعي ان هو يطور من الشباب، في ان هو بيعلمك حرف، يعلمك لو حضرتك عايز تشتغل شغل خاص في شغل خاص. ما انا النهارده لما اعلمك حرفه زي النهارده اعرف اتعامل مع الكمبيوتر، اعمل سوفت وير، اعمل صيانه لموبايلات. طب ما دي شغل خاص. يبقى حضرتك عملت البيزنس الخاص بيك. انا كشاب ملوش علاقه بالتعليم، انا النهارده اتخرجت من مدرسه فنيه ممكن اكون مش مؤهل لسوق العمل، بس في وزاره بتقدم لي منح، في وزاره بتقدم لي تدريب. بعد ما بخلص التدريب لازم حضرتك تحط رقم واحد، ان انت تكون رقم واحد ده دايما في اي حاجه. والنهارده اما حضرتك تكون فني محترم، حضرتك اي شركه في الدنيا هتتمنى ان حضرتك تشتغل معاها. النهارده الوزاره لما توفر لك فرصه عمل ما تبصش ان انت تقول لي اصل انا هشتغل موظف ب 3000 جنيه، لا ما حضرتك هتشتغل موظف ب 3000 جنيه ب 2000 جنيه ايا كان الرقم اللي حضرتك بتشتغل بيه، بس مع مرور الوقت حضرتك المرتب بتاعك بيعلى. انا عارف ان انا اخر الشهر جاي لي مرتب، عارف ان انا بخش مصنعي انا راجل موظف، بخلص شغلي بخلص بروح على بيتي. النهارده انا شغال من الصبح بروح الساعه 3، بيبقى عندي فرصه ان انا اقعد مع اولادي، بيبقى عندي فرصه ان انا اعيش الحياه الاسريه. واحنا مو هنقول ان في ضغط للحياه، بس احنا طول ما احنا قاعدين وبنتفرج على بعض ونقول اصل المرتب مش هينفع،
طب ما حضرتك النهارده ازاي هنتقدم؟ مع طول ما حضرتك بتوفر لنفسك او بتوفر المجهود اللي حضرتك بتعمله. انا النهارده هطلع على توك توك هجيب لي 200 جنيه. ما انت ممكن حضرتك هتشتغل في المهنه هتجيب لي 150 جنيه بس هتعب. بس حضرتك بعد 5 سنين ولاد حضرتك هيطلعوا يعملوا ايه؟ هيشوفوا مصر ازاي؟ هتبقى مصر عامله ازاي؟ ما هي مصر بينا. ما هي مصر انا مش هقعد احط ايدي على حجري احط ايدي في جيبي واقول ان انا ايه؟ اني انا مصر هتتقدم. ما هي مصر هتتقدم بمين؟ بينا. ما هو لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما انا النهارده لو انا ما غيرتش بنفسي عمر ما في حاجه هتتغير. النهارده لا اروح. النهارده لما يكون في شباب موجوده في وزاره طالعه بتقول لك الاب معنى كده ان هو بيحتضن معالي الوزير بيحتضن الشباب. لا حضرتك عندك مشكله اطلع الوزاره. باب الوزير مفتوح لاي حد. وده انا مش ببالغ، انا مش بقول كلام مش موجود، لا حضرتك رحت هناك مش هتلاقيه موجود، هتلاقي مدير مكتبه بيسمع لحضرتك بيسمع شكوى حضرتك. روح وقدم مش هنخسر حاجه، تعال نجرب مع بعض وننزل وزاره القوى العامله ونشوف هل معالي الوزير هو كل الكلام ده موجود علشان ده الحقيقه ولا ده مجرد كلام. بنشكر الاستاذ هيثم المستشار الاعلامي لوزاره القوى العامله على مجهوداته اللي عملها معانا المستشار هيثم سعد الدين، من الناس اللي ساعدتنا كتير جدا داخل الوزاره على ان الحلقه تطلع كده. وبنشكر معالي الوزير الاب الحقيقي اللي لما قعدت معاه هو قد ايه بيقول الشباب وقد ايه ان هو اختار حتى اما يعمل حوار يعمله مع الشباب، اللي هي الرساله اللي بيقدمها لكل شاب في مصر. الشباب ثم الشباب ثم الشباب. بنشكر حضراتكم واستنونا الحلقه الجايه في كل جديد لكل بيت مصري، لكل ما يخص البيوت المصريه. شكرا لحضراتكم.